سلام سلام، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اول مره كنهضر وانا خايفه حيت حنا ضرب عنا الزلزال اليوم. اليوم الجمعه 8 في الشهر 8 سبتمبر مع 11 وربع ديال الليل. الوالده مسكينه قالت نوضو نفرشو باش نعسو. قلت ليها مازال ما جانيش النعاس. شويه فجاه اختي جالسه حدايا في اللحاف، واختي الاخرى جالسه حدايا في اللحاف، اختي مينا كتقول لاختي السعديه، كتقول لها واش كتحركي؟ قالت لها لا. قلت لها ويلي شكون اللي كيتحرك؟ قلت لها رمي كاينه في الحمام حيت سمعنا شي صوت. قالت لا شويه. اقسم بالله ويمين الله لا اله الا الله محمد رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. شويه اختي الاخرى السعديه جالسه حدايا، اللحاف بدا كي ديال التلفزيون، اللحاف بدا كيتحرك، والطابله كنا حاطين فيها الماكله وداكشي، شفت الكيسان كيتحركوا، عرفتي كيدير هكا. هي هذيك كسرت الخلعه. اختي مينا واختي السعديه لبسوا جلالب هبطوا، انا لبست جلابه الوالده حيت كانت في الحمام خرجات. هي هذيك لبست جلابه، لبست انا الجلابه وهبطنا، وبقينا جالسين في الزنقه. واحد الخلعه لا اله الا الله. دابا الحومه راها عامره، وحنايا ما بغيناش نخليو الوالده تبقى جالسه تما في الزنقه. طلعنا قلنا شنو غادي نديرو؟ نشهدو ونقولو لا اله الا الله محمد رسول الله، واللي بغاها الله غتكون، لانه هذا زلزال ما فيش الملاغه. اللي غيطرى غيطرى. عرقانه بالخلعه و تنقول يا رب يا رب الطف بينا يا رب. المهم هو ضرب في برشيد، والحمد لله كانت الدرجه غير 4. الناس كلهم تيهضروا، الا وريت لكم الحومه الناس كلهم خارجين، كنا خارجين حتى حنايا، الناس كلهم كلهم كلهم. الريزو ضرب ما بقاش، كاين غير الويفي. انا حيت عندي الكاتخجي هو اللي خدام، الريزو ما كاينش، يعني النمره ديال التليفون العادي ما كيصونيش. الواحد تيفكر في بزاف ديال الحوايج، الله يستر الله لا يديرها. اولادي في الدنمارك، انا هنايا مع الوالده. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا اله الا الله محمد رسول الله. اللهم لا نسألك رد القضاء، ولكن نسألك اللطف فيه. واحد الزلزال كنت شتو، أول زلزال كنت حسيت فيه كنت في القاهرة، وكنا في شارع النيل، وشفنا الأرض تحركات، ودازت يعني حيت لانو سنين دازت. وأول مرة كنشوفها هنايا في المغرب. يا ربي تلطف بينا يا رب. المهم أنا كنسجل هذا الفيديو هذا، تيقولوا بانه يقدر من هنا 45 دقيقه يرجع يعاود. كنعيط لخوتي ما كاينينش حيت عندهم الويفي في الدار، والنماري العاديين ما تي تنعيط لهم في النمره ديال الواتساب حيت هما في الزنقه ما كيردوش عليا. صافي هي هذيك، طمنا على اللي غنطمنوا عليهم. او قلتها لشادي ولدي، قلت ليه راه شنو، قال لي ماما خبريني بشنو اللي كاين. المهم حنا قررنا هذا اللي قررنا، بانه حنا ما نقدروش نعسو، ما خص واحد يكون فايق. مي اللي مرا كبيره وداكشي غتنعس باش الا كانت شي حاجه باش نرجعوا عاوتاني نهبطوا لتحت. واخا الله هو اللي خير حافظا وهو ارحم الراحمين، ولكن على الاقل الواحد يسبب والباقي على الله سبحانه وتعالى. نقدروا نهبطوا لتحت الزنقه بحالنا بحال الناس، اللي طرى الناس غيطرى لنا حتى حنا معاهم.
كانوا دايرين في شي اخبار كتخوف بانه كانت 7 فاصلة شي حاجه، واللي قال 7 واللي قال 6. قلت لهم انا ما تصدقوش داكشي ديال التليفونات اللي كانت تيجي، حنا خصنا نسمعوا الاخبار. للاسف حنا ما كناش كنشوفوا الاخبار نهائيا، كنا كنتفرجوا في كبور الحبيب، فما شفناش الاخبار نهائيا. الله يحفظكم والله يحفظ بلادنا المغرب وسائر بلدان المسلمين يا رب، وبلدان العالم يا رب، من يا رب يحفظنا يا ربي من كل شر ومن كل سوء. عرفتي واحد الدوخة أقسم بالله، أمي الحمد لله ما حستش به لأنه هي كانت في الحمام، ما حستش به. حنا كنا جالسين في الحوفة حسينا فيه، والحمد لله على كل حال. ويا رب لطف بينا يا رب، يا رب ما توريناش شي حاجة خايبة يا رب، يا رب يا كريم. فقلت نسجل معكم هذا الفيديو يبقى ذكرى. هذا النهار 8 سبتمبر كان الزلزال في المغرب وحضرته، والحمد لله على كل حال. ونقول لكم دايرينها اويلي والله، واخا حبيب. لا اله الا الله، جارتنا مسكينه كتقول لي المهم نقول لكم في امان الله. قالت لي سيري الجزيره ونشوف. يلا في امان الله، باي باي.